اهلا بكم مشاهدي الكرام لفقرتنا الاخيره، واللي فقره الديكور، اللي من خلالها رح نتعرف اياكم على التشكيلات او التصاميم اللي بالرخام والخشب وايضا البلاط بشكل عام. التفاصيل كلها رح تكون مع مهندسه الديكور المهندسه علا شعبان. اهلا وسهلا فيكي مهندسه علا. اهلا فيك، يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المشاهدين. اهلا وسهلا. تشكيلات والتصاميم في البلاط والرخام والخشب، انا راح اترك لك المجال انه تبدي فيهم حسب اللي انت مرتبته في موضوع التشكيلات. كيف بتصير التشكيلات، حفر او اضافه المواد الى اخره؟ هلا احنا بالديكورات كثير بنحتاج للخشب والرخام بشكل عام، يعني بنستخدمه كثير في الديكورات، فبنضطر انه احنا بدنا نضلنا حتى نلبي طلبات الناس وشو حابين واذواقهم، فبنضل ندور كيف احنا ممكن نشكل هاي المواد، ونطلع دائما بافكار جديده بافكار احلى وبتفاصيل كثير جديده وحلوه. فعندي هلا انا بقدر استخدم الخشب بعده طرق، اني انا بقدر مثلا اجيب الخشب نفسه وافوته بماكينه اسمها سي ان سي، هاي بتعمل على الحفر، بتحفر الخشب زي ما بدي شكله، زي ما هون كمان مبين، تحفره زي ما بدي، بعطيه انا الرسمه بحطها على الاوتوكاد طبعا، وبحفر لي اياها على الماكينه زي ما انا بدي، وبعدين بشكلها بالطريقه اللي بدي اياها حسب البيت حسب الكونسبت تاعه. هدول ايش يعني، وين بنحطوا على الحيطه؟ على هذا هلا هذا ممكن ينحط على الطاولات على الحيطان على الجدران، ممكن ينحط بالعفش نفسه، ممكن ينحط بظهريه العفش على على التخوت على ظهرهم اللي هي الباك تبعهم، نقدر نستخدمهم بكل باكثر من مكان، على السقوفه هلا بفرجيكي بالصفر. هلا الحلو انه بقدر ادهنهم بعده الوان، هذا 2D وفي عندي هون التحفير 3D انه بصير غائر اكثر كمان. الكاميرا رح تاخذها من غير ما تجيبيها عشان ما نغلبك؟ لا هاي ما بقدر أحمل الكاميرا رح تاخذها وما بنقدر نحميها، تنحفر 3D يعني بتعطي اكثر من بعد، وبعدين بقدر الون ذهبي، بقدر الون بني، تضبط فريم كانها هاي فريم لمراي اوريدي، انا تاركتها بالنص، بقدر احط صوره وبقدر احط فريم لمراي. هذه ايش؟ هلا هي درفة لخزانة، احنا عاملينها الكونسبت بالغرفة فيه فضي وبني، فحتى ندخل فيه تفاصيل جديدة وحلوة، احنا حافرينها وعاملين فضي ومدخلينه مع البني. بدرفة خزانة؟ بدرفة خزانة، درفة خزانة كاملة. هلا كيف بنستخدم؟ مثلا ممكن درفة تكون محفرة بني وفضي، في بس محفرة وراها مراي. تقدر تستخدمي باكثر شكل بدك اياه وباكثر من تفصيله. شو هالدلع هذا؟ طبعا الناس افكار حلوه وبتعطي يمكن حركه وبتعطي شيء ثراء اكثر، بتعطي تفاصيل كثير حلوه، وخاصه ان انت بتقدر تستخدمي لكل شخص يعني هويته في بيته، خصوصيته افكاره الحابب، بتحبي تفوتي من بيت لبيت تشوفي افكار جديده. حتى انه شوفي الحفر على الخشب نقدر نعمل مثلا منه ساعه، انه ساعات نشكل التفاصيل كثير حلوه بالديكورات، تقدري اكثر من قطعه تحطيها فوق الثانيه، مثلا هاي مراي فوق الخشب حتى تعطيكي تباين. بالضبط، كونسبت حلو وتستفيدي منه بكل مكان. طيب، مع انه والخشب ماده طيعه، الواحد بيقدر يتعامل معها، والنجار اذا كان فنان وشاطر بيقدر يتعامل معها بطريقه كثير حلوه. بالضبط، حسب كمان انت شو بتعطيه تفاصيل وهو بيظبط لك اياها، يعني زي ما حكيت لك كمان هذا ممكن نستخدمه على السقف، هلا بفرجيكي بعد شوي بالصور. الصور، طب قيمها عشان تاخذي ماده ثانيه. اوكي. تفضلي. هلا الرخام او البلاط؟ بالضبط الرخام، هلا الرخام في اكثر من طريقه نشكله، خاصه انه الرخام بالصالونات بيكون مثلا بالاماكن اللي كثير كبيره وفخمه بدك تدخلي فيها تشكيلات. هاي كارضيات، كمان نقدر نعمل لوحه خاصه وتحطيها مثلا على الجدار كثير حلوه، وتقدري مثلا مثل شلال تعملي لوحه رخام كامل وتدخلي فيه جداريه. بالضبط. هلا كيف بصير التشكيلات والتدخيل فيها؟ هلا ممكن بالطريقه العاديه اللي هي ينحفر بقلب الرخام ويتسقط لون ثاني، مثلا هذا لون بيج ونسقط معه لون بني، هذا مثلا اسمه بوتاتشينو مع دارك امبرادور، بيدخلهم مع بعض وبعدين بالمصنع نفسه بسقلوه بيعملوه، فبنقدر احنا ندخله مع التبليط يصير زي شكل سجاده او. بالضبط. هلا هذا يعني تشكيله كثير بسيط، في اللي بيكون معقد اكثر اللي هي بنعطيه احنا رسمه وبدخلها في الماكينه اللي هي الووتر جيت بالوان مختلفة، هاي رخامة وهاي هاي فيردي، هاي هدول رخام، هذا كله رخام. انا قادرة احس هيها. مزبوط، بتقدري تحسي بس يعني شو حلاوته؟ لا ابدا، شقفة واحدة طبعا كأنها مرسومة. حلاوة الرخام انه هو ثقله كتير لين،
يعني هلا هذول هي الخام ماده ثانيه مع الخام. هذا مثلا اللي اسمه دارك امبرادور لايت وبتدخل مع بالضبط اكثر من الرخامه. هذا مثلا فيردي، هذا اونكس، هدول ممكن يكونوا اونكس لانه انت بتقدري هون تحطي ضوء ويضوء. مزبوط. حتى من الخلف لها شكل ثاني. هات شوفي من هون من عندنا لما فات الضوء بينت انها ضوء. مزبوط مزبوط مزبوط. فهي هون هذا اونكس. اوكي، فهذا بفوت بماكينه ووتر جيت، بعطي الرسمه بعطي الرسمه على الاوتوكاد وهو بقصها من النوعين الرخام وبعدين انا رح اساعدك لانها كثير ثقيله. بنحطها اذا طيب. هذا طريقه ثانيه، هي الحفر على الرخام ورشه باللون الذهبي. اوكي، يعني هي مفرغ. مزبوط. مفرغ جواتها. هذا عشان كمان هذا ذهب حقيقي؟ لا، هذا رش ذهبي بس مش حقيقي. بس هذا ممكن يستخدم بانيل على الحيط او سكيرتنج كثير حلو. مثل هذا كمان انه احنا ممكن نفسها اللي هي البانيل اللي على الارض انه ممكن نسقط فيه نحاس. هي زي ما انت شايفه وبصير هذا البانيل على الجدار كثير حلو وبيعطي كثير فخامه. طبعا هاي هذا بنحفر اول بعدين بتسقط النحاس وبعدين بنسقي الوجه تبعه. لما بدك نعرض الصور قولي لنا. بس نخلص هدول على طول بنعرض الصور. هذا بتسمى الحفر جوا الرخام او الحجر. هذا بنعمل كمان فيه افكار رائعه. هلا بهي الطريقه بنحفر اول بعدين نحفر الماتيريال الثاني وبنسقطها فيها، وممكن ناخذها بس محفره فراغ فيها فراغ، وممكن ناخذ اللي تحفر اصلا ونستخدمه. فعندك تشكيلات بالديكورات كثير كبيره وحلوه. بدها واحد فنان هيك ومزوق بدك كمان عشان تعدد الاذواق وتعدد الاراء وكل بيت تفوتي تكون احلى من الثاني، لازم يكون عندنا كثير اشياء نقدر نستخدمها وخيارات. فهذا هاي بنحفرها، هاي النقشه زي ما حكيت لك بتتاخد على الكمبيوتر والماكينه بتطلعها محفره خالصه، وبعدين بنقدر نعملها خشنه. هاي يعني زي مطبه. ايوه مطبه. وهي بتكون ناعمه، بتختاري انت المتر اللي بدك اياها. هاي اللي هي بتتسمى خمس محاور. هذا جبسين ولا ايش؟ لا هذا رخام. ابيض. اوكي ابيض ولسه ما انصقل طبعا، ضلمات. فهذا بتسمى خمس محاور، ما بعرف اذا مبين، بيعطي 3D مش كثير واضح على الكاميرا. لا هيك منيع، هيك كثير منيح، هيك هاي بتعطي ال 3D. هاي الماكينه حديثه بتعطي الشكل اللي بدك اياه، بتطلع اعمده، بتطلع تيجان اللي بدك اياه. يعني هاي اسمها خمس محاور، بتلف على الصخره وبتشتغلها زي ما بدك. هذا بالنسبه للرخام والجرانيت وكيف اشكالهم. طبعا نستخدم الوان قد ما بدنا واشكال قد ما بدنا ونستخدمهم. طيب هلا خلينا نشوف الصور اذا ممكن نعلق عليهم، اذا بنحب بس نفرجي للساده المشاهدين كيف تم توظيف الخشب المحفور في اماكن مختلفه. بس انا بدنا المونيتور عشان نقدر مع المهندسه علا نشوف. شوفي هاي الرسمه انرسمت، هذا من احد البيوت اشتغل الكونسبت له للارضيه خاصه فيه. كمان عكسناها هلا كمان شوي تشوفيها على السقف. هاي اتخذ رخام اسود مع رخام الكريمه مارفل وانحفر وعملت رسمه على الارض على المدخل عشان تعطي انه للاستقبال شيء كثير حلو. اللي بعديها لو سمحتي. طيب وهي مهندسه علا يمكن هون اوضح. طيب الصوره اللي بعد هذا الخشب، فريم الخشب اللي بالضبط هذا حفر المراي لفريم الخشب وبعدين نحط جواته مراي. فهذا كمان استخدمنا كيف الخشب. هذا الباب كمان انحفر، طبعا هذا يدوي لانه صلد، انحفر كله الخشب وصار انه بارز. وهي برضه هاي من جوا. هذا شوفي قديش فيه اشياء استخدمنا فيه، الابواب الحفر الدوائر والباب الرئيسي الحفر النافر والارضيات برخام والمراي الحفر اللي صار فيها واعطت نقشه. انت عملتي هذا ديكورنا مكتبنا انجريف ديزاين. حلو كثير، حلوين حتى الارض كيف فيها بالضبط برخام. هلا في اماكن بشتغل بالبساطه وبعمل بس زي الخطوط، يعني خطوط مستقيمه مع كيرفات صغيره دوائر. حتى شوفي باقي الشغل حفر بالسقف، هي اللي قلت لك نستخدم حفر الخشب كله على السقف او على الجدران او على الارضيات الرخام. يعني ما بضيع شيء، في تفريغ بجهه، في جهه ثانيه استخدمته اللي تم تفريغها. بالضبط. حلو كثير. هون كمان اعطينا استربات ليعطينا طول بالارضيات، وما اشتغلنا كثير لانه في عندي شوفي ما احلاه بالسقف، هذا اندهن ذهبي الخشب، وعلى الجدران كمان رخام خشب ذهبي، والارضيات نحط استربات رخام لون ثاني من اسود مع الكريمه مارفل. بس بدنا اللي بعدها لو سمحتي.
حلوين حلوين على كل حال. يعني فكرة الخشب كمان بتعطي هيك، الواحد بيستغني عن اللوحات. بالضبط. شوفي هون بس يا دوب لأنه ممر وما في عليه شغل، كانوا سلايدنج دور، هذا باب سحاب. بالضبط، هذا باب سحاب وعلى مراية اشتغلنا خشب محفر والأرضية فقط خطوط ستريت اللي هي بس شو اسمه شرحات رخام لون ثاني. هلا هون بنيجي نحكي على ما نحكي على سجاده مزخرف رخام كبير كثير تنحط مثلا زي القصور. شوفي كم لون وكيف الطريقه هاي. بس بتنشغل على الرام، هذا بدها فنان، بليط فنان، واللي عمل البلاط فنان، واللي صمم الديكور زيك فنان. الله يسعدك. الحلو انه هلا صارت تيجي كامله محطوطه على شو اسمه على شبك. هاي الارضيه شايفه لانه هون المكان كلياته قريب من انه نصير كونتمبرري، فحطينا على الارض بس ستريبات، ما في كثير شغل بالارضيات. وهون كمان ستريبات، هذا لون مثلا احمر، هذا الرخام. هاي الارض، هذا الشيء الستاندرد اللي هو بتسمى زي دايموند، اللي هن على الارض طبعا. اللي هي الرخام بيجي على شكل معين على الارض. هاي كمان بس إشي كتير بسيط، حتى الواحد بيستغني عن السجادة بوقتها، مش هيك؟ رغم طبعًا. إنها السجادة لها وظيفة التدفئة ولها التدفئة، إنها تدفي البيت وتعطي أشياء منظر حلو، بس الواحد لما يشوف بلاطي هيك، يعني زي هون مثلاً الصورة هذه، الواحد بيقدر يعني ما بيقدر يحط سجادة لأنه المنظر كتير بصير حلو. هي استخدمت أصلاً بدل السجادة لأنه المدخل ما بنقدر نحط سجادة، الواحد أول ما يجي ممكن يعني لازم الله يقلب أو يتعرقل فيها، فأحسن إنه نعمل نقشة حلوة وتعطيني الفخامة هاي المطلوبة فيها. طيب هلا هذا يعني هاي الأشياء إحنا بنحكي عنها أحيانا بنشوفها بنخاف إنه ممكن تكون مكلفة. هلا هي مش بالطريقة اللي إحنا بنفكر فيها، مش هيك؟ لا، هلا في أشياء حسب أنت شو يعني لوين بتروحي في التشكيل. هلا لما يكون في تشكيل كتير كبير هو الووتر جيت مكلف، يعني هن بيحسبوه بالمتر الطولي فهو مكلف. شو هو الووتر جيت اللي هو هذا اللي من الألوان؟ اللي هو هذا الووتر جيت، إنه هيك شوفي كيف بالمتر هيك 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 كيف عم بقص. عم بحسب بالمتر. أوكي. فهو بحسب بالمتر الطولي وكيف عم بقص. هلا يعني بلاش واحد يعمل لوحة كاملة، ممكن يعمل بلاطة زي ما احنا فرجينا هلا. بالضبط. وممكن على بلاطة كبيرة تعملي نقشة حلوة بسيطة تاخذي النتيجة اللي بدك اياها، هي الجمالية الحلوة وزخرفة، بس مش ضروري تكاليف عالية. بس مثلا الخشب هذا عم بنشغل على الخشب اسمه MDF، فهو اصلا مش كتير مكلف. وبعدين بتكملي انك تدهنيه وتظبطيه، فتكاليفه مريحه ولطيفه. بس اذا كتير بالغنا بالنقشه بالارضيه فاه، هي يعني التشكيلات دائما بدها تكون بمساحات واسعه. صحيح. بهول كبيرة مثلا، مش معقولة بانتري بسيط مثلا او مدخل بسيط تعملي تشكيلات كتير كبيرة. لا ما بصير. يعني لاحظت انه عاملة انت الخطوط هذه كتير معطية حركة، بس بسيطة جدا جدا بسيطة، مجرد تعطي تباين بالتبليط وتفصيلة بسيطة، خلص اعطى افكت جمالي كتير عالي. فمو ضروري زي ما حكيتي انه احنا نبالغ، لكن اذا عندي مساحة كتير كبيرة لا، بشتغلها وببدع فيها وبخليها كتير حلوة. يعني بقدر أتحكم فيها وعندي كل الـ 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 الأشياء اللي بتعطيني المجال إني أنا أبدع في هذا المجال، إنه زي كيف أحفر، كيف أعمل أفكار، خشب، حجر، أي ماتيريال بقدر أحفرها وأشتغلها وأحطها واستخدمها يعني بالطريقه اللي بدي اياها. مزبوط. طب هلا انا كنت بدي اسالك، اعود واسالك على الخشب والحفرات. احنا شفنا موظف الخشب حضرتك، يعني وين في موري مثلا حاطه. طيب هلا هذا يعني انا مثلا في كثير ناس بتشوفي هيك بصير عندك ضوضاء في الرؤيه من كثر ما هم حاطين نقشات وتشكيلات خشبيه وفريمات. كيف احنا بقدر استغل انه اعمل زي هذه الاشياء اللي انت حاطيتهم باماكن يعني انا ما بدي اياها بدرجه كبيره، بدي اياها ملفت للنظر، اوظف فيها مثلا لها وظيفه معينه وبرضه يعني شيء جمالي. كيف بقدر اختار اي حيطه مثلا؟ وين الاشياء اللي ممكن ابعد عنها بالاشياء المحفوره والخشب هلا انا دائما اذا بدي اشتغل مثلا مساحه لازم اعرف انه انا شو الطابع اللي بدي اشتغل عليه. هلا اذا اشتغلته مودرن هذا كله التفاصيل هاي الكبيره والكتيره صارت لا، على ابسط ما يكون نشتغلها. بس اذا رحنا احنا حابين التشكيلات، هلا بنختار حيطه وبنشتغل عليها وبنحط التفاصيل، وباقي الاماكن بنخليها هاديه مثلا، بس يا دوب وول بيبر، يا دوب دهان، افكت معين بدهان مع البرادي مع سقف بسيط. هذا اعطاني حيطه جماليه، هي بتتسمى الفوكال بوينت، تعطي لهذا المكان شيء كثير حلو بس من دون ما نبالغ.
طبعا هذا بيعتمد على كل مساحة، يعني مثلا مساحة كتير كبيرة بقدر أشتغل على كل الحيطان، لكن زي جلوس مثلا بقدر أشتغل بس على واجهة التلفزيون، أبدع فيها وأعمل تفاصيل وبقدر أزخرف وبقدر أعمل بديها، والباقي أخليه كتير بسيط مع الطائم مع البرادي، خلص أعطاني بكفي، أكثر من هيك ما بصير. طب أي حيطة أختار مثلا؟ هل هي الحيطة اللي مثلا أول ما تفتح الباب تشوفيها، ولا يعني بشكل عام أنت مين بتفضلي؟ دائما بفضل الحيطة صح مواجهة، لما أول ما أدخل المواجهة إلي، أو مرات حسب الجلسة، مثلا إذا كانت الجلوس أنا قاعدة خليها المقابل إلنا حتى نستمتع فيها إحنا طول الوقت، وإذا كانت مثلا بالصالون حسب الحيطة مثلا الكبيرة أشتغل عليها، هي اللي بتعطيني أكثر إفكت للمكان. مثلا على المدخل يعني أكيد إنها هي واجهة المدخل، بغرف النوم دائما الواجهة اللي خلف الأسرة هي اللي بنشتغلها، بنعملها ديكورات وبنظبطها. الممرات مثلا نقدر نشتغل بس على جزئية بالحيطان مش كلياتهم، فهيك بيعطيني كتير ديكور حلو للبيت وبسيط. طب هلأ بتفضلي انتي مثلا في خشب بيكون زي هذه مثلا خشبها بيختلف عن الخشب هاي، صحيح؟ كيف انتي بتختاري نوعية الخشب، او كيف انا بتوجهيني اختار نوعية الخشب، سواء كان فريم لمراية او مثلا لمدخل، او بدي اضيفها ضمن ديكور مثلا زي المراية اللي انتي ضايفيتها عليها مثلا هذا الحيط المراية؟ هلأ مثلا على البواب بضيفها هاي بالميلي، يعني مثلا هاي تقريبا 8 ميلي، هاي عم تيجي عندي 12 ميلي سمكها، فانا هاي بقدر احطها. هاي مختلفة عن هديك النقشة؟ هاي نفسها، هاي نفس هاي النقشة بالضبط، ما اختلفت عنها، بس مثلا في عندك اختلاف هاي النقشة، هاي فيها اختلاف. هلا هذه 8 ميلي، هاي مثلا 3 ميلي وانحطت على الخشب، اوكي، على وتلزقت. هلا هاي بدي اياها عشان ما كثير تهتز، فبقدر اخذها 8 ميلي والزقها على الابواب. هلا ما بتضيف وزن على الشيء، بالضبط ما بتضيف وزن وبتضلها خفيفه وحلوه. هلا بدك فريم، طبعا بدي فيه سمك وبدي فيه اعمل، انا بدي احط مرايه او صوره او ما شابه، فبختارها 12 ميلي. لا ما 12 ميلي، او حتى بختارها بتوصل لحتى 19 ميلي، انه سوري 22 ميلي، انها كل ما صارت اسمك بقدر احفر فيها واشتغل فيها 3D. نعم. في النقشه فيها. مهندسه علا انا كثير شاكره لهالافكار الحلوه اللي هي يمكن تكون بسيطه بس بتعمل اجواء جميله، يعني يمكن الاستغناء عنها بس العيش معها او العيش معها برونقها بيكون تضفي جمال للبيوت. شكرا لهالافكار الحلوه مهندسه علا شعبان، ومع الاشياء الحلوه ان شاء الله تضل بيوتكم دائما حلوه وفيها هدات البال وسلام. ننهي حلقتنا لليوم، وان شاء الله غدا يوم جديد بافكار وفقرات جديده ومنوعه. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.